بتكراره معاه ومع اولاده يعمل مبلغ، فلابد ان هو يسعى ان هو برضه يوفر المبلغ ده. اللي احنا عايزين نوصل له ازاي نحقق حياة كريمة ليك كسواق وللمواطن وصاحب العربية، وفي نفس الوقت يبقى المواطن بدون ان يضر. في منهجية كده اقتراح اقتراح حضرتك. بيقولوا دي واحد، طيب اقتراح بيقولوا ايه المانع ان احنا يعني، لان احنا واضح ان في عربيات كتير وفي عربيات ملاكي كتير، وده تمام طبعا منافس شرس ليكم تمام وللسواقين كويس، ايه المانع ان احنا نعمل طرماي، نعمل مترو، نعمل حاجه داخل الاسماعيليه؟ لا انا مش حل المشكله. هقول لحضرتك، احنا كل حاجه دارسينها وكل حاجه مقدمين بيها طلبات وكل حاجه تحت زي ما بيقولوا تحت الميكروسكوب، مفيش حاجه ما عملناهاش الحمد لله رب العالمين. النهارده المنظومه كلها عايزه تتغير، واحنا طبعا طرقت كل البيبان وقعدت مع قاضي المرور وقعدت مع كل المسؤولين وسياده اللواء عصمت رئيس مجلس المدينه لان هو رئيس مشروع مواقف الاجره، ويمكن في انا مشروع قدمته يعني كانت فكره جت. النهارده انا عندي كميه عربيات سوزوكي بجميع انواعها اللي هي الميني باص شغاله ملاكي، انا ما عنديش مشاكل. المواطن حل مشكله، وعربيات ملاكي ما لا لا شغال. ما احنا هناخدهم واحده واحده، هم دول اساس المشكله اللي احنا فيها دلوقتي او اساس مشكله السواق اللي بيشتكي منها، وفي نفس الوقت الطرف الاخر اصبح مستفيد مش متضرر. فانا دلوقتي بقول ايه، احنا عندنا دلوقتي طرفين، واحد مستفيد واحد متضرر. المستفيد اللي هو جايب العربيه الملاكي شغال باجر بدون واجع حق لانه معاه لوحه معدنيه اسمها ملاكي اسمه عليه، ما بيدفعش عليها لا ضرائب ولا رسوم احنا ولا هنقول ولا. الظروف اللي احنا فيها اللي هي عمت علينا من فوضى والانفلات الامني والاخلاقي وي وي حتمت علينا الجو اللي احنا عايشين فيه. فاحنا عايزين نتدارك الموقف ده باقل اقل اقل خسائر. يعني ايه اقل خسائر؟ ان انا ما اخسرش طرف على حساب طرف. لا اعترض على جمله حتمت علينا. حتى لو حتمت علينا لفتره معينه فالمفروض احنا نتراجع في الاخطاء مره ثانيه. ما انا ما هي دي بقى اللي انا بقول عليها، الكارثه بتزيد. يعني ايه الكارثه بتزيد؟ انا اتكلمت من سنه او من سنتين انا عندي النهارده 10 عربيات نزلوا شغالين. قلت يا جماعه لو صبرنا كمان شهر هيبقوا 100، لو صبرنا كمان شهرين هيبقوا 200، لو صبرنا سنه هيبقوا 1000. وده اللي بيحصل دلوقتي. رد الفعل، رد الفعل مفيش، بيزيدوا وما فيش قرار. رد فعل، رد فعل المرور ورد فعل رد فعل المرور. ما عنديش قانون يقول ان انا امنع ترخيص العربيه دي، ما قلتلكش قانون. انا قدمت مذكره سياده المحافظه زي ما موجوده معايا اهي، وقدمتها لقاضي المرور اهي، وقلت لهم سعادتك نوقفه مؤقتا، ما بقولكش امنعه، نوقفه مؤقتا. ليه دلوقتي؟ انا عندي بقى عندي سببين. السبب الاولاني ان هو كثر زياده عن اللازم وابتدى انا بنزل مواقف بنفسي، وكنت امبارح في مواقف الملاهي في ابو بلح وتحاورت معاهم. الاخ اللي واقف هناك قال انا بتجيلي عربيات، بقول له ما عادش عندي مكان لان اصلا واقفين في الشارع، يبقى انا محلش مكان. تاني حاجه النهارده عندي الكارثه بتاعت ان انا بعمل صرح جميل اللي هو نفق التلاتيني، فضاغط الاساس اللي هو منبع اللي بيطلع منه المواطن اللي هو الفردوس اللي هو بيشعب على اسماعيليه كلها، بيخدم على اسماعيليه. فاصبح مع الكسره دي مع خنقه التلاتيني مع التكدس، فاصبح بيتطلب عليا دلوقتي ان انا اوقف بقى، وفي نفس الوقت ادور على حل. اقننه ازاي؟ هعالجه ازاي؟ واحط الطرف الاخر قدامي. مين هو الطرف الاخر؟ اللي هو معاه لوحه معدنيه اجره. النهارده احنا كلنا مفيش حد غريب بتباع وتشترى وسعرها وصل ل 100,000 جنيه و60,000 جنيه و70,000 جنيه. فانا بقول له امبارح هل انت ترضى لو انت واخوك قاعدين في اوضه واحده وانا معايا عربيه ايا كان نوعها وانت عارف ان اللوحه بتاعتي ب 60,000 جنيه، قمت منهم كده لقيت اللوحه ببلاش، هتعمل ايه؟ قال لي مش هرضى طبعا اخواتك. فالنهارده انا عندي اكتر من 4,000 عربيه معاهم لوحات معدنيه اجره، ينفع ان انا ادي لوحه ببلاش؟ مش ممكن. وفي نفس الوقت مش هنفضل سايبه ان هو شغال كده، ما انا لازم هقننه. انت بس في نقطه لفت نظرك ليها، ان بيع اللوحه اساسا اللي وصل 60,000 جنيه عشان قفل الترخيص ده اصلا اصلا شيء خطا. تمام، انا المفروض ما بيعش ما حضرتك ما تتباعش حضرتك بقى. هي ما لكن لان وقف ما هجاوب حضرتك اهو، لان وقف الترخيص فليس هناك عربيات اجره بتضاف ليها، فاصبح ليها طلب كتير والعرض قليل فسعرها زاد. وقف الترخيص حضرتك ده اكتر من 20 سنه حضرتك، مش عامله الحكومه، الحكومه اللي عملت الترخيص على ده قرار وزير، هم اللي قافلين ترخيص لان عندهم عجل العربيات الاجره. ما يحدث ما يحدث معناه ان عدد السيارات المرخص لها اقل من احتياج المواطن، وبالتاكيد ان العربيات التانية اللي شغاله اللي هي الملاكي دي كلها بتشتغل وبتاخد نسبه كبيره من نقل الركاب. طب بناء عليه قافلين المرور قافل ترخيص؟ انا مش عارف، انا بسال. لا 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 ده قرار وزير. لا لا ده قرار ماشي، قرار وزير مش قرار وزير. وزير من زمان مش من النهارده، من اكثر من 15 سنه. لا حضرتك قرار وزير اتغير بقرار وزير. ما لا ما يتغير بايه؟ ما احنا دلوقتي بنقول ايه حضرتك؟ احنا بنمر مرحله انتقاليه زي ما احنا بنقول كل حاجه مؤقته. فانا مستني اعدي دستور، اخش على استفتاء، اخش على
رئاسه، اخش على مجلس الشعب والحاجات دي كل، واخش على محليات، هبتدي بعد كده بقى اخش للحاجات اللي هي ازاي اعمل منظومتي. عاد دلوقتي قلت الرئاسه قبل ما احنا لسه مختلفين عليها. احنا مختلفين عليها، الرئاسه الاول ولا المجلس الاول؟ فانا اللي بخشى حاجه واحده، وده اللي انا بوجهه لكل انا فرد عادي ومواطن عادي، انا بمثل طائفه وطائفه مش قليله وطائفه مهمه في البلد، ومن غيرها البلد ممكن يعني بتقف، لان انا بوصل طبيب وبوصل مريض وبوصل كل حاجه. طيب. لكن انا بطالب ان انا عايز احد الحق نفسي. كيفيه حدوثها ازاي؟ العلاج، عشان انا بقى وجهه نظري هطرحها لحضرتك. انا طرح العلاج حضرتك، انا طرح العلاج وعامل جيوم سكره. طب قول حضرتك، انا قلت احنا عندنا الطرفين المستفيد والمتضرر، هنقعد زي ما احنا قاعدين كده، وشرفنا اسمه محمد، وشرفنا مجموعه من التنفيذيين، ومجموعه من دي ومجموعه من دي، اللي هو معاه الملاكي واللي معاه الاجره، وهنطرح هنقول يا جماعه دلوقتي الحل المناسب كويس. فانا بقول ان انا النهارده سعر اللوحه اللي هو بيباع واشترى ما بيننا، مش سعرها في المرور ولا بتاع، لا لا، اللي بيباع واشترى ما بيننا. فانت النهارده انت مش هتبني على حسابك وتهدني. فانا اقترحت ده، انا قعدت مع ناس قياديين وناس في المرور ومرحبين بيه جدا كفكره تحل مشكله، وممكن نبقى احنا قدوه. نقولها سبحان الله. نبقى قدوه ان انا هعمل صندوق تكافل اجتماعي من يعني مثلا هحدد مبلغ معين بعد الاتفاق، وهاخد المبلغ ده هحطه في صندوق، هيبقى الصندوق ده يرقصه من سواق لاقل سواق، يعني هو بتاعهم، وفي الاخر هو اللي هيخدم منه، يعني مش هيخش بقى في جهه من اللي بيقولوا ده هنتسرق ده هنتعمل. اللي انا احل المشكله ان انا الراجل اللي هو اتضرر، لا انا جبت لك مبلغ هينفعك في ايه؟ لما ان شاء الله سنك يعدي هعمل لك منه معاش 60، لما تطلع على السن اعمل لك مكافاه زي اي الهيئه. زي المشكله في تنفيذه، ما انا عايز تنفيذه، فتنفيذه انا في ناس قيادات محترمه اللي تنفيذه مش صعب، انت بتقدم مذكرتك وبتعرضها خدت بال حضرتك وبتاخد مجراها لغايه ما توصل رئيس الوزراء. جميل. لاني بقى ليه؟ لان هو بقى امر واقع بالنسبه لي. ماشي، الاجراءات بتزيد فيها. انا شغال فيها. طبعا ده اجراءات جميله قوي. ايه تاني الحل اللي مش شايفه؟ صح، ده لضمان حقوق السواق. مش عايز لا متضرر ولا مستفيد. ايه تاني بقى؟ حضرتك السواق ملوش تامين صحي، ملوش معاش، المعاش بتاعه بس انا هقول لك 430، مفيش حاجه اعلى واحد، ده اعلى حاجه، دي جابوه من 200 جنيه ل 250. في واحد 68 جنيه جالي النقابه امبارح، يعني جاني سواق بيقول لي انا حضرتك انا في اشتراك تامينات اجتماعيه ولا مفيش؟ في اشتراك مشترك وبيدفع تامينات وبيدفع كل حاجه ورخصته. بناء على قيمه الاشتراك 30 سنه. هجاوب حضرتك. بناء على قيمه الاشتراك بتحدد قيمه المعاش. ما انا اقول لحضرتك حاجه، فمن ممكن رفع قيمه الاشتراك عشان المعاش. لازم حضرتك لازم عيد المنظومه بقى كلها برضه. انا زميلي سواق، معلش، كان معايا بعيد مجلس اداره معايا في النقابه، وكان سقف في الموقف، حصل له ظروف وتعب وجري في الرخصه بتاعته، عنده 50 سنه، خلص ورقه وبتاعه كده، بيقول لي صرفت 240 جنيه، هعمل بيهم ايه؟ انا اجرش عندي 300 جنيه وهو مرض وقاعد في البيت دلوقتي، بيقول لي اعمل ايه وعنده ثلاث اولاد، يروح فين؟ قلت له طب انا اعمل لك ايه؟ قال لي انتوا النقابه، ما انا معاك عضو مجلس اداره في النقابه، شوفي لي حل. ايه اللي شفناه الحل؟ هنتكلم معاه في ايه؟ قلت له طب بيتعالج ازاي؟ قال لي على حسابي، اخوه بيصرف عليه. فالموضوع ده يعني الموضوع ده موضوع كبير، يعني ايه سواق يشتغل 30 سنه ويجي يطلع معاش يلاقي 240 جنيه و250 جنيه و300 جنيه؟ هيصرف على بيته منين؟ هيجيب اكل وشرب منين؟ يصرف على اولاده منين؟ يجوز ابنه منين؟ يجوز بنته منين؟ بسبب ان هو بياخد. هجاوبك انا استاذ احمد بعد اذنك. الارقام اللي احنا بنسمعها دي في ظل المتغير اللي بيحدث، ان يكون الحد الادنى 1200 والى اخره. ما احنا بنطالب حد ادنى ليه معاش للسواق 1200 جنيه. هجاوبك. لابد ان هو هيفرض نفسه بتغير في كل هذا الاطار. يعني اذا كان في حد ادنى للمرتب فلابد ان يكون هناك حد ادنى للمعاش. طبعا احنا بنطالب ده. وإذا كان المواطن بيدي عمره في خدمة البلد فلابد أن تعطيه البلد في مرضه ولا آخر. طبعا. ده شرط أساسي. طبعا. إيه تاني غير كده؟ دي حاجة. الحاجة التانية المهمة أوي، يعني صندوق التكافل ده حاجة رئيسية للسواق. إحنا عندنا نقابة النقل. إحنا نضم صوتنا لصوتكم وندعمكم في الاتجاه ده. ده شيء، أي شيء إيجابي لصالح أي مواطن، ده احنا لابد ان احنا ندعم اعلاميا، ولو عايزين من اي دعم تاني ممكن احنا ندعم. في حاجه مهمه عايز اتكلم، انا عايز احلها كمشكله، عايز احلها كمشكله. انا بس عشان عايز اخد نظر تانية. ما انا في برضه في حاجه مهمه برضه عشان ما تعديناش. في قرار نزل طلع قريب من